المزيد حول هذا الموضوع يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف سعادة السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. أرحب بك في نشرة أخبار الثالثة، وبداية لو نتحدث عن مراحل والجهود التي بذلت لتنفيذ مشروع نظام وتطبيق مواعيد وأبرز الأهداف. الله يمسيكم بالخير والسؤال المشاهدين. طبعا بداية أشكركم على هذه الاستضافة واهتمامكم بكل ما تطرحه الهيئة من مشاريع ومبادرات ومتقدمة من خدمات واللي تصب في مصلحة المواطن ورفعة الوطن وتقدمه. نعم. طبعا احنا في هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية والتزاما بتنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة في ظل المتابعة الحثيثة من قبل فريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات. يعني نشتغل طبعا بخطة حثيثة في والشراكة مع الجهات الحكومية في تنفيذ عدد عديد من المبادرات والمشاريع الداعمة للتحول الرقمي في كافة القطاعات. مثل ما نعرف يعني الحكومة تقدم خدمات كثيرة، خدمات إلكترونية، لكن في نفس الوقت بعض المراجعين سواء من مواطنين أو مستثمرين يحتاج أنه يزور مراكز الخدمة والحصول على موعد عشان هو مثلا ما يتعطل. ومثل ما نعرف احنا ما نقدر نتنبأ بالعدد اللي ممكن يجي من مراجعين في اللحظة الواحدة. فكانت الفكرة في مسابقة الابتكار فكرة قدم أحد الأفكار الفائزة كان تطبيق يكون ينظم المواعيد. عندنا اليوم يعني مواعيد مختلفة، بعضها شركات بعضها تطبيقات بعضها يعني نظام قديم أو بدائي. فالحقيقة كانت يعني فكرة جدا مبتكرة وحظت بالاهتمام وتم تبنيها من قبل هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية بتطويرها. ابتداء طبعا اطلعنا على التجارب الموجودة والمنتجات الموجودة في السوق ورأينا أن وزارة الداخلية طورت تطبيق كان جدا ممتاز تستخدمه داخل الوزارة في عدد من مراكزها. وبعد التفاهم طبعا مع الوزارة والاتصال بهم أبدوا استعداد أن ينقلونا للهيئة لتطويره وبحيث أنه يعمم ويكون نظام وطني متكامل يخدم جميع الجهات الحكومية. وبالتالي طبعا تم تطوير النظام مثل ما ذكرته في شهر نوفمبر تم تطبيقه تجريبيا في عدد من المراكز. اليوم احنا جاهزين وتم اطلاقه بعدد اكبر وكثير من المراكز الحكوميه والجهات الحكوميه تبنته بعد طبعا التدريب وعمل التجهيزات اللازمه. التطبيق طبعا راح يكون يعني فريد من نوعه على مستوى الحكومات انه يكون مطور من قبل جهه حكوميه. حتى والمواطن وهو قاعد ينتقل وصار عنده زحمة في الدرب أو انشغل وتأخر راح يعدل موعده بحيث أنه يدخل ناس ثانيين قبله يدخلون ووقت ما هو يوصل يكون موعده جاهز. فالحقيقة يعني يعتبر تطبيق جدا رائد راح يسهل ومن حصول المواطنين على مواعيد. وبدل ما الواحد كل وزارة عنده تطبيق مختلف وعنده نظام مختلف من خلال تطبيق واحد يقدر يختار الجهة الحكومية المركز اللي يحتاجه والخدمة اللي يحتاجها وبالتالي يحصل على الموعد بشكل سهل وبشكل آني. نعم أستاذ محمد، ماذا عن أبرز الخدمات والميزات التي يقدمها التطبيق والأثار الإيجابية المترتبة على توفيرها؟ طبعا التطبيق مثل ما ذكرتوا يعني يدعم اللغة العربية والإنجليزية، يتيح عرض قائمة الجهات والخدمات التابعة لها، فهو يقدر يختار الجهة الحكومية والخدمة اللي هو يحتاجها وبعدين حجز الموعد يقدر يدير الموعد لآخره يجدمه يغير موعده. يتيح أيضا خاصية البحث عن الجهة أو الخدمة المطلوبة وفيها ميزة الإشعارات حتى تأكد موعده وتذكره به إذا كان ماخذ موعد على سبيل المثال بعد يوم أو يومين في يوم الموعد قبلها بفترة محددة يذكره. أيضا يمكنه من تقييم أداء الجهة وهي طبعا جانب جدا مهم، يعني بعد استكمال الخدمة يقدر أنه يقيم الجهة يقيم الموظف اللي قدم له الخدمة ومن خلال طبعا رسالة نصية يستلمها في التطبيق. وطبعا عملية التسجيل بسيطة جدا على bahrain.ph/apps يقدر يروح وينزل التطبيق وبإدخال طبعا رقم الهوية وبالنسبة للمقيمين رقم جواز السفر ومواطني دول مجلس التعاون يقدر يدخل رقم الهوية الخليجية ومن خلالها يقدر أنه يحجز أي موعد يحتاجه. فندعو الحقيقة من خلال يعني هذا الاستضافة أن الجميع ينزل يحمل التطبيق عنده ولأنه بيحتاجه في أي موعد لأي جهة حكومية. وإحنا إن شاء الله خلال الفترة القادمة راح
نزيد من وتيرة انضمام الجهات. عندنا الآن طبعا مثل ما تفضلت عندنا عدد من الجهات الحكومية 6 جهات، ومواصلين خلال الربع الأول من العام القادم تستكمل جميع المراكز الخدمة الحكومية التي تقدم خدماتها. نعم سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، كل الشكر لك على هذه المداخلة.